اهلا بحضراتكم من جديد. في البدايه برحب بجوهرتنا، جوهره كره السله الناشئه بقوه وطالعه بقوه الصاروخ، جانا الالفي. اهلا بيك يا جانا. اهلا بحضرتك، منورانا في قناه النادي الاهلي. بنور حضرتك. جانا، احنا عملنا تقرير كده عنك وعن مشوارك الزغنون، لسه انت ما كملتيش 16 سنه بس ما شاء الله مشوار حافل بالنتائج ومنتخبات وبتاع، بس عملنا تقرير صغير كده نشوفه معاكم اعزائي المشاهدين عن جانا، وارجع لحضراتكم. نجحت جانا الألفي نجمة سلة النادي الأهلي في قيادة المنتخب الوطني للناشئات تحت 16 سنة إلى الصعود لبطولة كأس العالم تحت 17 سنة، والمقرر إقامتها صيف العام المقبل بالمكسيك. وحصدت ناشئات الفراعنة المركز الثاني في بطولة إفريقيا والتي استضافها مجمع الصالات الدولي باستاد القاهرة خلال الفترة من 16 حتى 15 أغسطس الجاري. ويصعد أصحاب المركزين الأول والثاني لمونديال ناشئات كرة السلة عن القارة السمراء، وهو ما أهل منتخبنا الوطني للصعود لكأس العالم رفقة المنتخب المالي والذي توج باللقب الإفريقي. واستهلت ناشئات الفراعنة مشوارهن في البطولة القارية بالفوز على المنتخب التشادي عقب انسحاب الأخير، ثم تخطى باكتساح المنتخب الجزائري بنتيجة 101-23 قبل أن يهزم المنتخب الأوغندي بنتيجة 89-17، وأعقبها الفوز على المنتخب المالي العنيد بنتيجة 66-56، وأنهت بنات النيل دور المجموعات بتسجيل فوز عريض على المنتخب الجابوني بنتيجة 164-10. وانتقلت المصريات لدور نصف النهائي بعد احتلالهن صدارة الترتيب في الدور التمهيدي، ويلعبن مرة أخرى مع المنتخب الأوغندي والذي حل في المركز الرابع. ونجح منتخبنا الوطني في الفوز بنتيجة 119-42 قبل أن يخسرن أمام منتخب مالي في النهائي بنتيجة 68-65. وحصلت نجمة الأهلي الصاعدة جانا الألفي على جائزة أحسن لاعبة في مركز 3 بالبطولة الإفريقية، ويتنبأ لها الجميع أنها ستكون من نجمات كرة السلة المصرية خلال السنوات المقبلة. جانا، قولي لي بقى، يعني بابا اللي حبيت في كره السله ولا ايه الوضع؟ انت عارفه طبعا يعني بابا كابتن هابي الالفي طبعا لعيب كبير ومن احسن لعيب الجيل في كره السله في نادي الاهلي ومنتخب مصر، هو اللي حبيبك ولا انت اللي طالعه بتحب اللعبه كده؟ لا، وانا طلعت لوحدي، انا من وانا عندي سنتين ابتديت اروح مع بابي التمرين وبقى انا لوحدي على جنب كده بحاول امسك كوره اقلدهم هم بيعملوا ايه، لغايه ما ابتديت اكبر وحتى بابي ما كانش فاضي قوي ان هو يمرني او حاجه، فاتخذت على طول في الفرق والحمد لله كملت بقى. بدأت تتعلمي وتشوفي والدنيا وتحب اللعبه. طب خلينا نتكلم عن تجربتك. تجربتك انت ابتديتي من سن 13 سنه. الام بي اي زي ما قلنا في بدايه الحلقه بيعمل زي بيروحوا للعيبه يدوروا عليهم، زي كامبات بيدوروا على اللعيبه في افريقيا وزي كل القارات يعني. ازاي شاركتي في الجونيور ام بي اي وعندك 13 سنه؟ انا كان عندي 13 سنه، كنت لسه مخلصة بطولة المنطقة، كنا لسه واخدين بطولة المنطقة، فهم فجأة كده لقيت الاتحاد بيبعت لي. الأول هم عملوا لنا زي اختبار كده في الاستاد، جمعوا كل لعيبة 2005 اللي هم الاتحاد اللي عمل كده. الاتحاد جمعنا في تمرينة كده، اختاروا بقى منها اتنين، اختاروني أنا وشذا وحسن، حسن من سبورتنج وشذا من نادي الزهور. فسافرنا الاول كان اسبوع في السنغال، يعني معسكر كده يعرفوا اللعيبه في الصيف طبعا. وبعدين احنا كنا 13 سنه فكنا لوحدنا، احنا الثلاثه بس مع بعض. سافرت لوحدك؟ سافرت انتوا الثلاثه مع بعض؟ كنا احنا الثلاثه بس. لا انا عايز بس اقف واحده واحده، يعني انت ركبتي الطياره من هنا من القاهره لوحدك؟ سافرتي رحتي اديس ابابا صح؟ من ترانزيت في اديس ابابا. وخدت رحله طيران للسنغال دكار. كل ده لوحدكم؟ احنا الثلاثة بس لوحدنا. كانت تجربه صعبه؟ ما قعدتيش تعيطي بابا وبتاع؟ لا 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 ما خفيش. لا بالعكس، مش عيب تعيطي على فكره يعني. ما عادي، ما كلنا على صغيرنا عيطنا عادي. فلا كنت يعني بتحمل المسؤوليه. وبعدين كمان كنا احنا الثلاثة مع بعض، فالموضوع كان اسهل شويه يعني. ما كنتش لوحدي. طب قولي لي بقى، رحتي وصلتي السنغال حد كان مستنيكم؟ كان في هناك كوتش مستنينا في المطار. وكان شنطنا انا وشذا ضاعوا،
ما مش دعوه، هم كانوا لسه في الطياره اللي جايين، الطياره اللي اتاخروا خلفوا عشان كان في اوفر ويت على الطياره فخلوها للطياره اللي بعديها. احنا طبعا يعني طب ما عيطتيش لما مديتش شنطتك؟ لا هو في اول اتخضيت قلت شنطتي مش جايه، كنت صغيره بقى مش فاهمه. إيه؟ ما عملناش حاجه، كان في حد اول ما نزلنا من الطياره على طول كان في حد مستنيه هناك، جاء اخذنا وقلت له ان شنطتي ده لسه ما جاتش، قال لي ما تلاقيش خالص. عملنا زي اللي هو ريبورت كده عشان شنطتي ضايعه وكده. كويس قوي ان انا كنت بابي كان قايل لي صوريها علشان صوري شنطتي علشان شفتي بابا ويديك الخبرات. كان معايا على طول، كنت على طول بكلمه عشان توريهم صورتها. قال لي عشان لا قدر الله لو مثلا ما جاتش ابقى معايا صوره. انا عايز اقول لك ان انا لفيت العالم كله وما صورتش ولا شنطه ليا. يعني انا خدت منك نصيحه على الهوا، انا هصور بعد كده كل الشغل. يعني صورتيها ورحت قلت لهم والله الشنطه بتاعتي. هي دي الشنطه. تاني يوم على طول هو كمان الكوتش، احنا رحنا الاوتيل بقى ونمنا، وتاني يوم لقينا الشنط جت لنا، هو الكوتش راح جابها. اتمرنت ازاي من غير احنا كنا عاملين يعني عاملين حسابنا، كان معانا الشنطه الكايون كان فيها بقى طعمين الباسكت وجزمه وكل حاجه. واتمرنت اول تمرين، اكتبوا لي احساسك ايه. هو الملعب مكشوف ولا صاله؟ لا كانت صاله بس كانت حر جدا، يعني ما كانش فيه اي تكييف او اي حاجه. طبعا السنغال امكانيات بتبقى ضعيفه، بس روح مع ان كان في سيتي ثانيه كانت فيها بقى صاله وتكييف وصاله تحفه يعني. بس لا يعني سؤال، انت رحتي المدينه اللي ما فيهاش الصاله الحلوه، فاكره اسمها ايه؟ حاجه بالتي اتش. مش فاكره، بس ما كناش في دكار. مش مشكله، بس انت رحت هناك يعني اتاقلمتي على الجو واتاقلمتي. كام لعيب؟ احنا كنا حوالي 12. 12 لاعب بس؟ منهم ثلاثه من مصر. يعني 12 لاعب شاركتوا في الام بي اي جونيور. قعدتوا قد ايه؟ اسبوع؟ 12 بنات. 12 بنات. انا فاهم. يعني انا قصدي 12 بنات. انا اسف، منهم اثنين من مصر. ايوه صح كده. واولاد زيهم؟ حسن هو الوحيد بس، هو واحد مصري بس. من 12 مصري ولد. اتمرنتوا اسبوع؟ اتمرنا اسبوع، صبح وليل. صبح وليل ومش كل الايام طبعا. صبح وليل، وكنا كمان بيودونا اماكن مش شوبينج قوي عشان ما كناش، ما كانش فيه في السنغال حاجه. اطفال لسه. بس كانوا بيودونا مثلا الصاله اللي هي اللي هي اللي انا قلت لك عليها الكويسه دي، كان فيها ماتشات بتلعب هناك بس في السنغال اللي هم الاكبر مننا. فروحنا اتفرجنا على ماتش كده ورجعنا على طول يعني. طيب وال 12 لاعب دول اختاروا منهم كامب، يعني ايه اللي حصل بعد الكامب ده؟ هل بعد الاسبوع ده رجعت القاهره تاني ولا رحتوا شاركتوا في حاجه ولا عملتوا ايه؟ لا احنا كنا بنستعد علشان نلعب البطوله، كانت بطولة في اورلاندو فلوريدا. البطوله في نفس الصاله؟ لا في امريكا. في امريكا. يعني انتوا استعديتوا الكامب ده في السنغال عشان منتخب افريقيا، فجمعنا في السنغال، يعني المعسكر كان في السنغال عشان نجهز للبطوله اللي في امريكا. رحتوا بقى من دكار او من السنغال لامريكا، ولايه ايه؟ فلوريدا، اورلاندو. وطبعا السنغال الدنيا قريبه، انتوا عديتوا المحيط بس. انتوا لو طرتوا من مصر هنا 13 ساعه، 11 وربع ساعه راجع و13 تقريبا. بس عملنا ترانزيت برضه بتهيألي في المغرب او حاجه. بس ترانزيت في المغرب؟ لا بتهيألي احنا راجعين. لا ترانزيت المغرب ده مستحيل، لان انتوا اقرب كمان لامريكا، لان السنغال في اقصى غرب القاره. طب انتوا رحتوا امريكا صح؟ وبعد كده فلوريدا دايركت فلايت ولا عملتوا ترانزيت في حته؟ بتهيألي عملنا ترانزيت. انا مش فاكره قوي عشان نزلتوا في حته وعملتوا دوميستيك فلايت رحتوا على فلوريدا. طيب لا البطوله رحتوا على الماتشات على طول ولا اتمرنتوا؟ لا اتمرنا، كنا بتهيألي جايين يوم قبلها فاتمرنا تمرينتين او حاجه. اتمرنا قبل البطوله، كنا جايين يومين بدري قبل البطوله فاتمرنتوا فيها. فاتمرنا طب خليني عايز اعرف منك بقى الماتشات والبطوله دي كانت ازاي، بس خلينا نطلع لفاصل اعزائي المشاهدين ونرجع نكمل كلامنا عن جوهره كره السله في النادي الاهلي جانا الالفي، ولكن بعد الفاصل. الجميل في الرياضه ان انت يعني بتعلمك، يعني زي ما بيقولوا منذ نعومه اظافرك تعلمك تحمل المسؤوليه. جانا سافرت 13 سنه وما كملتش 13 سنه او يعني صغيره، يعني سافرت وركبت الطياره لوحدها وراحت اديس ابابا وشنطتها ضاعت وراحت عملت كامب في السنغال، ومن السنغال على فلوريدا في امريكا لعبت البطوله كان كام ماتش يا جانا؟ كانوا مش ماتش، هو الاول كنا بنلعب اللي هو الدور التمهيدي مثلا، بعد كده بقى كام ماتش تقريبا لعبت؟ احنا حوالي لعبنا خمس ماتشات. احنا وصلنا لغايه قبل السيمي فاينل. عملت شغل كويس، شفت الارقام وصحيح اللي انا بقوله يعني. عملت انا كمان اخدت توب في البوينتس في الراوند الاولانيه، فيرست راوند انا. وبعد كده لفت النظر دي الحاجه اللي يعني احنا وصلنا لغايه اول راوند، جينا ماتش بقى اللي هيوصلنا سيمي فاينل خسرنا.
بس مش مشكله. بابا وماما كانوا بيكلموك على طول؟ اه. خلص الماتش يا بابا عملت كذا يا ماما ولا ايه؟ لا لا كنت لما بروح قلت بابا كان بيتفرج عليا على طول فكان مستني بقى لما اروح. كان في لينك كده كان الكوتش بعته لي. كنت بتتفرج عليه او كان بيتابع الماتشات؟ اه كان بيتابعني على طول يعني. بترجعي تكلميهم؟ اه برجع قلت مش على طول ما كانش بيوترني اللي هو بعد الماتش تكلميني. لا خالص كنت بستنى عادي على فكره مش مش عايزك تتكسفي من حاجه زي كده. لا خالص لا يعني دي حقيقه والله. اه يعني عادي يعني الواحد بيطلع من الحلقه يكلم مامته عادي مفيش مشكله يعني مش حاجه تكسب. طيب خلينا نتكلم عن حاجه ثانيه. انت رجعتي من الجونيور اولمبيه بدات تشاركي مع فرقه النادي الاهلي بانتظام. طبعا انت مش صعاده للفريق طبعا الاكبر منك وساعات بتتمرني مع الفريق الاول برغم انت يعني مش يعني سنك صغير. ودي صور من الكامب بتهيالي ده اللي فات ولا اللي كان جونيور؟ ده اللي فات ده الام بي اكاديمي. لا خليني بقى في الام بي اكاديمي. الام بي اكاديمي عملتي ايه عشان تروحي؟ هم شافوني في الجونيور ام بي اي. تمام. بعديها بسنه على طول دي تاني سنه ورا على طول؟ دي تاني سنه. فشافوني في الجونيور ام بي اي وكانوا متابعيني يعني فبعد كده بقى اختاروني وانا كنت اصغر واحده في الكامب ساعتها. طيب وهو كان معاكي ايه الفقي صح؟ كان معايا ايه الفقي ولوجي سامي. على يمينك ايه الفقي. اه واللي وراها هي لوجي سامي. كان مين اللي وراها؟ لوجي سامي بتاع في الصيد اللي هي دلوقتي سافرت. بتلعب في الصيد. لوجي سامي. لوجي سامي. ورحتوا الكامب ده كان على طول بقى من مصر لليونايتد ستيت لامريكا على طول ما رحتوش السنغال؟ لا هو اصلا الكامب ده في السنغال. السنغال يعني هي اصلا اوريدي الام بي اكاديمي الكامب بتاع في السنغال. تمام. طيب رحتي السنغال قعدتوا قد ايه؟ قعدنا برضو اسبوع 10 ايام. لعبتوا ماتشات او حاجه؟ لا 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 هو كان المفروض بيجهزونا برضو علشان نلعب بقى الام بي اكاديمي اول ستار. نلعب بقى لاتين امريكا وال كل القارات بقى. أيوة. طب لعبتوها؟ لا ما جت كورونا بقى وقعدنا. كورونا طبعا دمرت الدنيا. زعلت انت؟ طيب صراحة. طب لا ان شاء الله خيره. طب قولي لي بعد ما خلصتوا الام بي اكاديمي ورجعتوا السنه دي كان المفروض في حاجه بتعملوها ايه؟ كان فيرتشوال بروجرام بروجرام فادي لكل برنامج بصري. فيجوال بروجرام يعني برنامج بصري او اونلاين بروجرام مثلا بيقول لك ايه بقى عباره عن ايه احكي لنا. كان احنا اختارونا الاول برضو طلبوا مننا يعني هو على الويب سايت ممكن اي حد يريجستر يحط فيديو يطلب منه الجيلز اللي يعملها علشان يختاروه ويشوفوا يعني يبعت فيديو ليه يشوفوني يعني كويس. اي حد ممكن يعمل كده وكذا حد من عندنا منتخب برضو عملوه بس اللي تاخدنا انا وجوزي وائل وجوناثان السعيد. طبعا عشان انت هم اوريدي عارفيني عارفيني كويس فخلاص سلكتي هو على طول فروم فيرست تايم. هم في الاول كانوا بيكلموني وكلمنا فيديو كول الاول يفهموني وساعدي زمايلك اللي هم مش عارفين وفاهميهم ايه اللي بيحصل وانت سافرت. مين اقرب حد ليكي هناك في الام بي اي او القصه دي؟ في كوتش على اتصال بيكي؟ كانت كوتش استو اسمها كوتش استو. كانت مسؤوله عن افريكا. امريكيه؟ لا هي من افريكا؟ السنغال. السنغال هي سنغاليه اصلا. فهي كانت معايا اوريدي من السنه اللي فاتت وهي كانت المسؤوله عن افريكا وكانت اقرب واحده ليا على طول بتكلمني في التمرين. طب يعني طيب رحنا لعبنا اسبوع وبعد كده باظت رجعنا النهارده السنه دي عملنا الفيرتشوال بروجرام اونلاين. بتعملي ايه بالظبط؟ احكي للناس بقى. بالظبط هو كان كل اسبوع بينزلوا لنا كل اسبوع كل يوم جمعه في زوم كول. قبل الزوم كول يوم الاربعاء بينزلوا لنا فيديو بروجرام لازم نعمله. بروجرام فيزيكال ولا باسكتبول؟ فيزيكال. فيزيكال. كانوا لازم احنا بقى نصور نفسنا ونعمل نعمل الجي كان بيطلبوا مننا. زي ايه؟ زي مثلا كانوا اول اسبوع ده كان بيتكلم معانا اول اسبوع ما كناش بنعمل خالص يعني اول اسبوع كان بيتكلم عننا عن الان سي دبل اي وان احنا يساعدونا ان احنا ان سي دبل اي اللي هو دوري الجامعات. تمام. كانوا بيساعدونا ان احنا نبقى ان شاء الله لما اخلص يعني مدرسه يبقى عندنا كوليدج وناس كلها شايفاه يعني كذا حد بيبص على الفيوتشر بتاعكم المستقبل هيبقى شكله ايه لو انتوا بتفكروا حلو. بس تاني اسبوع بقى ابتدينا ندخل في بقى الجد بقى ان احنا نشتغل التمارين دي والجيلز كل اسبوع كان كمان عندنا اب نشتغل عليه كان ابلكيشن كانوا بيه على التليفون كانوا بينزلوا عليه اسئله واحنا لازم نجاوب يوم الاربعاء. زي ايه؟ زي مثلا زي الكورنر والشورت كورنر؟ لا ده كان في الام بي اكاديمي السنه اللي فاتت. بس عشان اتكلمت مع ماما وبتاع فعارف الاسئله. انا عايز اقول لك انا ما كنتش اعرف الحاجات دي يعني اعرفها بالبديهي بس عشان اجاوب يعني ايه الكورنر وايه الشورت كورنر الموضوع كان صعب معلش انا يعني بقى هو كان السنه اللي فاتت هم فعلا كانوا مش احنا اصلا في الام بي اكاديمي ما كانوش بيخلونا باسكت بس لا بالعكس هو كان منتل. كنا كل حاجه كانت منتاليتي يعني منتاليتي مختلفه جدا
كمان مبقاش عندها تمارين اللي هي باسكت بس، لا هو كان الاول لما بنصحى لازم تمارين كده معينه علشان نشغل مخنا بطريقه فوقه. اه بالظبط، يعني قبل التمرين كنا نقعد نسقف ونغني وكده وكوتش تهايب قوي يعني. فكنا من فوق قوي قبل التمرين، بعدين كنا بنصحى بدري جدا، وبعد مثلا التمرين نريح وننزل تاني نلعب بقى، نعمل اللي هي حضرتك عارف اللعبه اللي هي بنحط معلقه وبيبقى فيه بيضه ونمشي نلمس لها. حاجه طبعا، فكل الحاجات دي كانت فن. بص الرياضه متعه، فلو هي مش هتمتعنا بلاها رياضه، انا رايي كده. فهم بيلعبوا معاكم ان انتوا ما زلتوا اطفال 13 سنه و12 سنه وحتى 14 سنه لسه طفل، فبيلعبوا على الحته دي انهم يحببوكم ان انتوا تيجوا وبتاع، وخاصه انتوا سايبين اسركم والكلام ده. طيب نرجع ليه الفيرتشوال بروجرام. انتوا بتاخدوا قعدتوا اسبوع يكلموكم 8 اسابيع. طب وقت المحاضره كان بيبقى قد ايه؟ حوالي من ساعه لساعه ونص قاعدين، وكل اسبوع بيكلمونا عن حاجه مختلفه. هم كانوا 8 اسابيع البروجرام، 8 اسابيع. بس فكان كل اسبوع كنت بتصوري نفسك وتبعتي اللي انت بتعمليه. بس الفكره ان في الوقت ده كنا احنا بقى بنستعد لبطوله افريقيا، كان خلاص ما يبقاش في وقت، مش موست اوف ذا تايم مش بيبقى معانا التليفونات خالص، فمش صحيح. بنعرف، وهم الانبيا اكاديمي كانوا بيقدروا كده كويس قوي يعني. فبالعكس كانوا كمان متابعيننا قوي في البطوله فعلا. كانوا بطوله افريقيا اللي فاتت، انا هروح معاكي لبطوله افريقيا اللي فاتت اللي احنا لعبناها. وخلينا نتكلم على البطوله اللي فاتت، حصل حاجه غريبه قوي يا جماعه. يعني احنا كسبنا مالي في المجموعه، وطبعا انتوا معاكم جهاز فني محترم جدا جدا من الناس الكفء قوي، كابتن عماد محمود راجل فعلا مدير فني جامد، وهو كان بيسموه الرايق، وده يعني تاريخ كبير كلاعب وايضا كمدير فني. بس عايز اعرف ايه اللي حصل ان احنا كسبنا مالي في المجموعه وبعد كده خسرنا منها في النهائي. بس خليني اعرف ردك بعد الفاصل اعزائي المشاهدين. هنطلع لفاصل سريع ونرجع لبطوله افريقيا للناشئات اللي اتعملت في افريقيا ونعرف تفاصيلها من جنى، ولكن بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم من جديد. جنى هجيلك في بطوله افريقيا اللي فاتت، ايه اللي حصل؟ يعني مالي كسبناها وكان كل الناس متوقعه ان انتوا ايزي جيم في الفاينل، ايه اللي حصل؟ هو احنا ممكن كنا عشان كنا فعلا نازلين اول ماتش مالي ده، احنا كناش نعرف الفرقه خالص، احنا بس كنا بنشوف الستاتس بتوعهم مع باقي الفرق الثانيه. تمام. فاحنا كنا نازلين مركزين قوي الماتش ده كانه فعلا ماتش بطوله، بس الحمد لله ربنا وفقنا في لغايه الاخر يعني. كنا في الاول والثاني فارقين، وبعدها الثالث جابونا شويه، بعد كده الحمد لله فرقنا في الرابع. ممكن يكون في اخر ماتش ما كناش مركزين اكتر يعني في الكريتيكال تايم، ما كناش ماتش مالي اربعه بيضربوك يعني اربعه ممكن كمان في ممكن يكون احنا في الكريتيكال تايم ما كناش مركزين قوي شويه. خسرتوا كام بونت في الفاينل؟ خسرنا 3 بونت. 3 بوينت. يعني الجيم كان قريب جدا يعني. زعلانه كمان هما؟ لا كمان شايفك زعلانه يعني يعني. لا بس استاهلتوا كاس عالم. بس الكاس كان ليه طعم تاني. ليه طعم تاني طبعا. وفكرة ان هما كمان ممكن يكونوا في اخر ماتش في الكاتيكال كانوا متفقين قوي، واحنا ما كناش متفقين. خلي بالك السن ده برضو الدنيا بتبقى يعني ما انتش قادر تقرا. ان شاء الله يعني نعمل حاجه في كاس العالم يعني. ان شاء الله تعملوا حاجه باذن الله. طب خليني اروح معاكي على موضوع كده. كنت في فرق كلمتك، هنتكلم بقى على ايه بقى، نخش في المضمون بقى اللي بيحب جمهور النادي الاهلي. في فرقه كلموكي عشان تروحي، انت عندك ما كملتيش 16 سنه، نقول 16 سنه بس، مع ذلك في فرق درجه اولى عايزينك تلعبي معاهم درجه اولى، يعني تطلعي اعاره معاهم من النادي الاهلي تروحي تلعبي مع الطيران زي ما عرفت وهليوبلس. ردك كان ايه؟ لا طبعا. ليه؟ لا النادي الاهلي. هتروحي تلعبي درجه اولى؟ لا النادي الاهلي ده هسيب النادي بتاعي واروح نادي تاني. انا النادي الاهلي ما فيش زيه خالص يعني الصراحه. ده النادي بتاعي انا من صغري وانا متربيه في النادي الاهلي، فان انا اصلا يجي على بالي وامشي واسيب النادي. تخيل الفكره؟ لا خالص. حتى لو هليوبلس بابا اللي ماسك اليوبلس؟ حتى لو وانا في النادي مش هلعب غير 5 ثواني او وات ايفر، مش فايلي تايم، بس اهم حاجه ان انا بلعب بفنيه النادي الاهلي. ده شرف كبير قوي ليا يعني، وعرفت قيمه النادي الاهلي لما كبرت كمان. إيه يعني في السن وانا صغيره كنت اللي هو انا بلعب في النادي الاهلي، ايه ده انت بتلعب في النادي الاهلي؟ لا دي حاجه عاديه مش بس فعلا النادي الاهلي غير اي نادي، وفعلا مش متوقعه نفسي تاني يعني بلعب بالتيشيرت تانيه غير بقى لو هسافر غير في الجامعه، بس لغايه دلوقتي انا النادي الاهلي. طب خليني اقول لك انه لما طلعتي في الكامبات بره، حد يعرف النادي الاهلي من الناس؟ يعني قابلت حد في افريقيا؟ ما انت معاكي 12 لاعبه في الفريق بتاعك او سنك في الام بي اي اكاديمي او الام بي اي جونيور، كان في حد عارف النادي الاهلي؟
مش قوي، بس اللي عارفين قوي يعني، اللي متابعين النادي او كانوا بيلعبوا مثلا في مصر ومشوا، طبعا كل حد عارف النادي، لكن اللي هم ما يعرفوش غير ان احنا من ايجيبت، بس احنا من مصر بس. طب قولي لي يا جنى، يعني انا مش عايز اكبرك يعني، بس هنتكلم، خلينا نتكلم على سنك وطموحاتك، ايه احلامك يعني؟ انا كلاعب وانا صغير كنت اقعد اقول يا رب يا سلام نفسي اشوف نفسي في منتخب مصر، نفسي اشوف نفسي كذا كذا. انت حلمك ايه؟ انا حلمي الاول اهم حاجه يعني ان احنا ان شاء الله لما اتصعد مع فيس تيم ان احنا ان شاء الله ناخد كل البطولات او نحقق حاجه كبيره قوي، وكمان مع فرقتي اهم حاجه يعني ناخد ان شاء الله 3 بطولات، ومع فيس تيم كمان ان شاء الله يعني نعمل حاجه مع فيس، يعني اعمل حاجه وابقى اضافه كويسه للفرقه. واكبر حلم طبعا ليا ان انا في يوم من الايام حتى ادخل في ال WNBA درافتس يعني. بصي بقى، انا عجبني فيكي حاجه يا جنى، ما شاء الله عليك، يعني النجاح برضو ما بيتجزأش، النجاح بيبقى باكج كده، شخصيتك بفكرك بكل حاجه. انت قلتي طموحاتك، انت عايزه اول حاجه طموحاتك مع النادي الاهلي، يعني بديتي طموحاتك مع النادي الاهلي على طموحاتك الشخصيه ان انت عايزه تطلعي فيرست تيم وان انت تكسبي، فطبعا انا بهنيك على ده، برافو عليك ان يبقى انت طموحاتك الاساسيه مع النادي الاهلي. وفعلا زي ما بيقولوا دايما الاصيل هو اللي بيفتكر الجميل، سواء النادي اللي واقف جنبك يعني. طيب والحلمك الثاني ان انت تروحي WNBA او وومن NBA اللي هو دوري المحترفين الامريكي للسيدات، ان شاء الله ده على المستوى الشخصي بقى، ان انا بعد ما احقق احلامي مع النادي الاهلي عايزه، فده تفكير يعني حلو يعني، ما شاء الله انت منظمه تفكيرك ده. حد كلمتي مع بابا وماما فيه ولا ده من صغرك هو ده؟ لا انا من صغري انا ما فكرتش في اي حاجه ثانيه غير انا مع النادي الاهلي، حتى من وانا صغيره كان نفسي اسافر وكل حاجه، بس عندي الاول ميشن لازم اخلصها في النادي. مش همشي كده. طب قولي لي انت لما بتصعدي، انا عرفت انت لما بتصعدي بتلعبي احلى كمان، بتلعبي في سنك صح؟ ده حقيقه. ليه السبب؟ ما تسالنيش. لا مش السبب قوي، بس ببقى عايزه يعني بيبقى عندي بفش جوايا كده ان انا لازم اموت نفسي اكتر، لازم بيبقى الدافع اكتر، موتيفيشن اكتر، ان انت عايزه تبقي احسن مع جيل طبعا مع سني طبعا وكل حاجه، بس مش دي حاجه بتصعدها. لا يا جماعه. طب الكاس ده ايه بقى؟ ده احسن بوزيشن 3 و4 في البطوله، عشان ده فورورد. احسن فورورد، فاحنا بوزيشن 3 اسمه سمول فورورد، وبوزيشن 4 اسمه باور فورورد، فهو ده فورورد. خدت احسن 3 و4. وهاتوا لنا الصوره يا جماعه اللي مختارينها من بيست 5 اوف افريكا في البطوله اللي فاتت. ده الكاس وهي واقفه مع الاربع لاعبات التانيين. طب انت حاسه ان انت يعني كل ارقامك على الاتحاد الدولي، انت احسن من اللعيبه اللي خدت احسن لعيبه، بس الام في بي او احسن لاعب ياخدوه لازم الفرقه الكسبانه. بس ارقامك كلها حلوه، كلها احسن. زعلت؟ حسيتي ظلمتي؟ لا يعني مش بفكر في نفسي قوي، بالذات احنا يعني خسرانين، بس الحمد لله يعني. يعني مش زعلان؟ يعني اكيد زعلان، عشان كان نفسي فعلا بجد ناخد اول البطوله، بس الحمد لله. انا قصدي زعلان على مكس، على الـ على الـ على الـ اللقب الشخصي ان انت تاخدي ام في بي او احسن لعيبه في البطوله. لا طبعا دي حاجه تشرفني وتشرف مصر يعني، وكمان مش انا الواحده اللي اخذنا، دي احنا الثلاثه، انا ساره اسامه اخذت احسن بوينت جارد، وهان عبد العال اخذت احسن سنتر، فاحنا الثلاثه ده شرف كبير لينا يعني، احنا نشرف مصر ونبقى في التوب 5. دي الصوره اهي، افضل 5 في 3 من مصر و2 من مالي، وانت اللي في النص، وحضرتك قلت خدتي بوينت جارد، احسن بوينت جارد من عندنا، واحسن ايه كمان، 3 بوينت ولا احسن ايه؟ لا ساره اخذت احسن بوينت جارد، وهان عبد العال اخذت احسن سنتر، احسن بوزيشن 5، وساره احسن بوزيشن. ما شاء الله انت بتلعبي 3 و4 واطول من بوزيشن 5. وبيلعبوا فين الاثنين؟ دول من مالي، الاثنين من مالي. لا اللي ساره بتلعب هنا، ساره في سبورتنج وهنا في الاثنين في سبورتنج. الاثنين في سبورتنج، وانت كنت احسن بوزيشن 3 4 في البطوله. يلا اول كاس ليك اهو، ان شاء الله ما يبقاش الاخير باذن الله. كمان فرق معانا ان مالي لعبه 6 ماتشات واحنا لعبنا 5 بس، فده فرق معانا. ومع ذلك انت كنت ما شاء الله ارقامك احسن بكل الافريج يعني، احنا طبعا لو عندنا وقت كنا استعرضنا ارقامك. بس حاجه تشرف يا جنى، وربنا يوفقك، انا كنت سعيد بيكي جدا النهارده. ربنا يخلي حضرتك، انا اسعد بجد، واتمنى ليك كل التوفيق، انت حاجه يعني تشرف ومشروع نجمه كبيره باذن الله. ربنا يخلي حضرتك. يعني لما قلنا جوهره ما كناش من بالك، نورتيني يا جنى وشرفتيني. ربنا يخلي حضرتك، ميرسي. اعزائي المشاهدين، ده كان لقائنا مع جوهره كره السله في النادي الاهلي، خليكم فاكرين الاسم ده كويس، كلها سنتين ثلاثه ومش هنعرف نجيبها البرنامج، كلها سنتين ثلاثه وهتقول لنا انا مش موجوده ولما اجي بقى ابقى اجي لكم. لا طبعا جنى، انا بهزر، جنى بنت النادي الاهلي مش هتتاخر ابدا على قناه النادي الاهلي. بشكركم شكرا جزيلا، تابعونا مع برنامج الابطال وقصص جديده وابطال جداد مع برنامج الابطال، شكرا جزيلا.